خلونا نقول لكم على فقراتنا النهاردة واللي خصصناها للاحتفال بالعيد الوطني لجمهورية مصر العربية، ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة اللي مرت عليها النهاردة 72 سنة. وهتكون فقرتنا الأولى عن دور الفن والإبداع السينمائي اللي نقل لنا تفاصيل الفترة الزمنية المهمة دي في تاريخنا الحديث. علشان كده هنعرف من ضيفنا الأستاذ أحمد سعيد مدير تحرير مجلة الكواكب دور الفن والفنانين في ثورة 23 يوليو، وكمان هنعرف كواليس أهم الأعمال الفنية اللي اتكلمت عن الثورة. فقرة مهمة قوي، انتظروها. أما فقرتنا الثانية دينا هنسمع فيها مجموعة من أحلى الأغاني الوطنية اللي بتعبر عن ثورة 23 يوليو من المطرب الشاب سليم هشام صاحب الصوت والموهبة الجميلة. فقرة غنائية لطيفة استنوها، بس زي ما عودناكم الأول هنروح نشوف إيه أبرز الترندز اللي كانت منتشرة على السوشيال ميديا، ونرجع لكم مرة تانية. رجعنا لكم مرة تانية، صباح الورد عليكم مرة تانية وتالتة. نبتدي دينا بالأخبار الرياضية، خبر يعني جميل ومبهج الصبح. مبروك للنادي الأهلي اللي حقق امبارح انتصار مهم جدا على بيراميدز، منافسه طبعا الرئيسي على بطولة الدوري، بهدف نظيف أحرزه المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بعد تمريرة هايلة من إمام عاشور. وبكده النادي الأهلي رفع رصيده للنقطة 66 في المركز الثاني خلف بيراميدز اللي رصيده اتجمد عند النقطة 68 يا دينا. كمان الأهلي لسه ليه 3 مباريات مؤجلة، لو كسبها هيفرق 7 نقاط عن بيراميدز في صراع الحصول طبعا على الدوري العام. الأهلي بفوزه امبارح قدر يكسب بيراميدز مرتين في ظرف 10 أيام، وبقى الأقرب لحصد بطولة الدوري رقم 44 في تاريخه. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن أحداث المباراة من المحلل الرياضي أحمد مصطفى. صباح الوردة على حضرتك. الفل عليكم وعلى كل مشاهدي قناة تن. طبعا في البدايه الف مبروك للاهلي، وعايزين نعرف من حضرتك ازاي شفت ماتش الاهلي امبارح وبيراميدز. طبعا مباراه الاهلي وبيراميدز طبعا من مباراه قويه جدا، مباراه كانت ما بين المنافس الحقيقي للنادي الاهلي نادي بيراميدز. الموسم الحالي بيقدم اداء كبير جدا، لكن دائما شخصيه البطل بتظهر في المباريات الكبيره وفي النهايات، وده اللي دائما النادي الاهلي بيعود جماهيره في المواجهات الحاسمه. شفنا ده في لقاء الذهاب، وشفناه اتكرر تاني امس في لقاء الاياب. النادي الاهلي بالرغم من قوه بيراميدز الموسم الحالي وان هو بيقدم وتصدر الدوري لفتره كبيره جدا لحد الان بفرق نقطتين عن النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي لسه ليه مباراتين مؤجلتين، لكن النادي الاهلي قدر باصرار كبير جدا وبثقه كبيره، واعتقد ان كان في اسباب ادت للروح الكبيره كانت امس، طبعا من ضمنها مشكله التذاكر. واعتقد اداره نادي بيراميدز ما كانتش ذكيه تماما
في اداره موضوع التذاكر، لان هي خلقت دوافع جديده وكبيره عند لعيبه النادي الاهلي، خاصه ان لاول مره بنشوف ان فريق بيراميدز يعني بيحاول يعلي التذاكر عشان يمنع او يخلي اسباب كثيره جدا للنادي الاهلي تبقى مش متاحه بالنسبه له ان هو يقدر يفوز على فريق بيراميدز. طب احنا لو رجعنا الماتش امبارح يا استاذ احمد، يمكن من اللقطات اللي الناس كلها كانت بتتكلم عنها هي طرد محمد الشيبي طبعا لاعب بيراميدز بعد اصابته لحسين الشحات، طبعا مع خلفيه الخلاف بينهم، فشفت ده ازاي امبارح؟ والله انا شايف ان طبعا موضوع الشيبي وحسين الشحات يعني الموضوع طبعا موضوع مش بالطبيعي ان هو يبقى بالموقف اللي حصل فيه امبارح. شفت ان الشيبي تدخل اعتقد استحق عليه الطرد، تدخل عنيف جدا، كان ممكن حسين الشحات يتصاب اصابه كبيره جدا، لكن واضح ان كان الشيبي بادئ المباراه بعصبيه كبيره، وكمان العصبيه دي كانت غالبه على روجيتش المدرب الكرواتي لفريق بيراميدز، وكان باين جدا عصبيته وهو واقف على الخط، وده كان مقول للعيبه بيراميدز. المباريات او المواجهات الكبيره لازم تبقى اللعيبه عندها الهدوء، وده اللي كان واضح على بس يعني خلينا نقول ان اكيد ما كانتش عن عمد، يعني نقول ان اللاعب كان يعني متعصب زي ما انت كنت بتقول. بالظبط، ما انا بقول لك احيانا انت بتبقى متعصب فعلا، اتفق معاكي جدا. يعني طبعا يعني اخر حاجه ممكن واحد يستبعدها في الكره عامه ان الاذى، والاذى مش سهل طبعا على اي لاعب كره، لان حسين الشحات او الشيبه او اي لاعب ممكن يتحط في الموقف ده طبعا. لكن هو تدخل نسميه تدخل عنيف، تدخل عنيف لكن مش مقصود، لكن تسبب في طرد الشيبي، واحنا عارفين طبعا ان في موقف ما بين الشيبي وحسين الشحات. بالظبط، ما هو ده اللي مخلي الناس تتكلم، واللقطه كانت عنيفه يعني، فالناس بتقول انها كانت يعني كان في تعمد في الموضوع، ولكن خلينا نقول ان يمكن بس العصبيه هي اللي ادت للموقف ده. طيب استاذ احمد، ده احنا نقدر نقول ان الدوري فعلا كده اتحسن بعد فوز الاهلي؟ لا طبعا، مفيش، الدوري متحسمش تماما، ومارسيل كولر اكد كده حتى في المؤتمر الصحفي، لكن النادي الاهلي بيقترب، ودايما النادي الاهلي بقول النادي الاهلي بيعرف يجي من بعيد، والنادي الاهلي طول ما هو متصدر الدوري بيبقى صعب جدا ان هو يسيب الصداره بسهوله، والنادي الاهلي عنده الملكه دي. بس اللعيبه كانوا محتفلين امبارح احتفال يعني ما حصلش قبل كده، فمعنى كده ان هم قربوا يعني؟ لا طبعا قربوا طبعا، اقتراب كبير جدا، لان انت بتبتعد عن المنافس الحقيقي والمنافس المباشر ليك بسبع نقط، وكمان لسه في تقريبا من 8 9 مباريات للنادي الاهلي، ونادي بيراميدز ليه 7 مباريات، فانت بتتكلمي ان فريق بيراميدز احتمال كبير جدا يفقد نقاط، خاصه ان المباراه القادمه امام نادي الزمالك، نادي كبير ايضا، فانت بتتكلمي ان نادي بيراميدز طبعا بعد خسارته مباراه الذهاب ومباراه الاياب، ولو شفنا لعيبه بيراميدز بعد المباراه نفسيا هيتاثروا تاثر كبير جدا، والضغط عليهم بقى كبير، واعتقد ان بيراميدز هيفقد نقط كبيره جدا، خاصه ان هو بدا من بعد مباراه الذهاب اللي خسرها 3-2، شفنا فريق بيراميدز كان محقق 14 انتصار متتالي، والنادي الاهلي قدر يكسر الانتصار المتتالي عند فريق بيراميدز. ده اعتقد هيسبب تاثير نفسي ومعنوي على فريق بيراميدز وعلى لعيبته، وهيفقدوا نقاط المباريات القادمه، لكن النادي الاهلي عنده مواجهات كبيره، مواجهات مصيريه، مواجهات حاسمه، مباراته القادمه مع فريق المصري البورسعيدي، المصري البورسعيدي بيقدم موسم كبير مع كابتن علي ماهر في المركز الثالث، بعدها البنك الاهلي، مواجهات كبيره، ما نقدرش نقول ان الدوري اتحسم طالما لسه فرق النقاط متاح لان انت ممكن تقدر تعوض، فاعتقد النادي الاهلي بيقدر. ولكن احنا كلنا تفاؤل، وبعد ماتش امبارح متفائلين ومبسوطين، والف مبروك للنادي الاهلي، وانا بشكرك شكرا جزيلا المحلل الرياضي احمد مصطفى، شكرا جزيلا، مبروك، الف مبروك للنادي الاهلي. دينا تيجي نروح نطمن على درجات الحراره النهارده ونرجع مره ثانيه؟ نرجع مره ثانيه، يلا بينا.
اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا من فتره واحنا بنتابع تراجع في اسعار بعض السلع الاساسيه، واللي منها البيض اللي اطلقت وزاره الزراعه كميات كثيره منه بسعر 120 جنيه للكرتونه في 7 محافظات من خلال 31 منفذ متحرك، بالاضافه للمنافذ الثابته بالمحافظات، ضمن خطه الحكومه الجديده لتوفير السلع للمواطنين باسعار مخفضه وجوده عاليه، ومضاعفه كمان منافذ البيع لتقليل حلقات التداول، وده اللي اكد عليه الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئه العامه للاصلاح الزراعي. رئيس هيئه الاصلاح الزراعي كمان يدينا اكد على توفير 31 سياره لتوزيع السلع اللي احنا بنتكلم عليها في الميادين الرئاسيه بالمحافظات الاكثر كثافه ومناطق التجمعات المختلفه، بالاضافه طبعا الى المنافذ الثابته التابعه للهيئه، وانه تم بيع السلع في كتير من الميادين بالمحافظات وسط اكيد اقبال كبير من المواطنين بسعر 120 جنيه للكرتونه في الوقت اللي سعرها في الاسواق ما بين من 160 جنيه ل 180 جنيه دينا. فاحنا بنتكلم في ان السلع بقت متوفره، اسعارها بقت مناسبه. يمكن احنا بنقول الكلام ده وقلناه اكتر من مرة، هتلاقوا حضراتكم عربيات بيع السلع دي بالفعل موجودة في كل المناطق، مش حتى في مناطق ومناطق لأ، فيعني دي وجودتها كويسة جدا على فكرة. صحيح صحيح، دي جهود عظيمة وتحترم. وفي كمان كلام الفترة اللي فاتت ان اسعار الدواجن هتتراجع، فيمكن نشوف كمان خطة الوزارة الجاية ان توفير الدواجن باسعار مخفضة وتوفير برضو السلع دي في جميع المناطق زي ما احنا كنا بنتكلم. يعني احنا شايفين بصراحه ان الاوضاع ابتدت هي يعني في جهود في خفض السلع الاساسيه، فدي طبعا حاجات مبشره. فان شاء الله يعني كل حاجه. ايه اكتر حاجه لو احنا هنتكلم بقى بيرسونال على الموضوع، ايه اكتر حاجه بتحبي تشتريها من عربيات السلع اللي احنا بنتكلم عليها في الشوارع؟ طبعا الدواجن فعلا بتحسيها كده فريش شويه، مش فروزن قوي زي اللي بتبقى في السوبر ماركت. صحيح. واللحوم طبعا. المفاجاه الاكبر بقى الاسماك. الاسماك لسه كنت هقول لك، السمك حقيقي حقيقي خطير فريش يعني جدا. يعني بما اننا بقى يعني خلاص مش هنبقى مذيعين دلوقتي، هنبقى ربات منزل ستات بيوت يعني، وبننصح الليديز اللي بيتفرجوا علينا، حقيقي المنتجات دي موجوده بجوده عاليه وفريش في منافذ البيع اللي احنا بنتكلم عليها. طيب بما اننا بقى اتكلمنا على المنتجات، نروح لحاجه تانية مهمه وهي درجات الحراره. الايام الحاليه درجه الحراره والرطوبه عاليه جدا، مش بس في مصر لكن في معظم دول العالم اللي كلها بتشتكي من الحر الشديد، وفي جنوب فلوريدا بالتحديد يعني وصلت درجات الحراره لاكثر من 38 درجه مئويه ونسبه الرطوبه 70%، ودرجات الحراره دي طبعا اثرت كمان على الحيوانات اللي بتعيش في بالم بيتش زو، وبان عليهم طبعا علامات التعب والارهاق، وعلشان كده المسؤولين في حديقه الحيوان دي فكروا ازاي يحافظوا على بروده الحيوانات علشان يفضلوا دايما في نشاط وحيويه. دين انا بحييهم بصراحه. ففريق حديقه بالم بيتش زو عمل مجموعه من الطرق علشان طبعا يحافظ على الحيوانات من الحر، واللي كان اولها طبعا انهم رموا في البركه اللي بيعوم فيها الدب مجموعه كبيره من الثلج علشان يخلي درجه الحراره المياه 23 درجه، وقدموا كمان للثعالب قطع ثلج واسماك مجمده يعني ان هم يلعبوا بيها وياكلوها برضه، وحتى النمور كمان اللي بتتغذى على اللحوم ابتكروا لهم كده طريقه جديده وقدموا لهم عظام البقر مجمده ومحشيه كتل من الجليد. ورغم ان الحيوانات دي بتقدر طبعا تتاقلم مع الطقس، الا انهم بعد الطريقه الجديده دي ظهر كده عليهم السعاده بشكل كبير، ولاحظنا يعني حتى يعني ده شعور ان هم يعني لطفوا عليهم الدنيا. والله انا الاخبار دي على فكره يعني بتسعدني حقيقي. يمكن الناس ساعات انا بقرا تعليقات بعض الناس كده الاقيهم بيقولوا الحيوانات ما اعرفش ايه، طب البني ادمين مع الكلام بقى اللي هو، على فكرة الحيوانات دي روح برضو. صحيح. وقلنا عفوا ان بني ادم يقعد يفكر ازاي يعني يخلي حيوان يشعر ان هو احسن، يخلي حيوان يعني ناس كتيرة بنشوفهم في الشوارع بتشوف حيوانات حقيقي محتاجة مساعدة. صحيح. فتلاقي شخص فعلا بيدور بكل الطرق ازاي يساعد الحيوان ده وازاي ينقذه، وحد تاني بالنسبة له الموضوع ده مش مهم خالص. لا ودول يعني عملوا لهم مجهود يعني تلج وحاجات. أيوة كده يعني. أيوة دي روح يعني. فعلا حسوا بيهم جدا يعني، وفعلا شافوا الفرحة يعني ان هم الحيوانات فعلا فرحت لان درجه الحراره فعلا يعني حتى لو خدناها من الجانب الديني، يعني في امراه دخلت الجنه في هره في قطه، فالموضوع مش صغير خالص، الموضوع
كبير والموضوع يعني إحساس، فزي ما بنحس ببعض لازم كمان نحس بالأرواح التانية اللي عايشة معانا على الأرض. صحيح. برضو هنروح لخبر هو برضو يعني برضو ملمس للدرجات الحرارة طبعا مختلفة والحاجات دي. انتشر في الساعات الأخيرة أخبار عن غلق بعض الشواطئ في بعض المدن الساحلية بسبب طبعا الاضطرابات الجوية، منها مدينة جمصة اللي أعلن رئيس المدينة عن مجموعة من الإجراءات اللازمة لمواجهة التغيرات والاضطرابات الجوية، ومنها غلق الشواطئ بداية من النهاردة والحين إشعار آخر. طيب الإجراءات اللي أخدتها الشواطئ أنه يتم رفع الرايات السوداء بسبب احتمالية حدوث نوة أو أمطار شديدة، ودي كانت التوقعات، لكن تعالوا نعرف دلوقتي إيه اللي بيحصل على أرض الواقع من الأستاذ بلال عبد السلام مدير إدارة الشواطئ في جمصة. صباح الورد عليك يا فندم. اهلا يا فندم، كل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب وبالف خير. يمكن لو حضرتك سمعنا دلوقتي احنا بنقول ان في اشاعات عن غلق الشواطئ، هل دي او اخبار، يعني خلينا نقول مش اشاعات، هل دي اخبار صحيحه ولا لا؟ والله هي دلوقتي الشواطئ مفتوحه هي والامور تمام، ولكن بورسعيد قفلت ومعظم الشواطئ فيه تم اغلاق له يعني، بس جمصة الحمد لله الامور مستقريه، البحارة على الابراج، مجموعة النظافة شغالة، الامور مستقرة. يعني ما فيش اي اغلاق لشواطئ جمصة. ما فيش، لا، وفي وفود نازلة هي والناس مبسوطة وسعيدة والبحر تمام، والبحارة يمكن سيادتك سامعة بصفر عمان على الناس هي، وفي اقبال جامد يعني، الجو حلو الحمد لله، وان شاء الله نشوف مصر في امن واستقرار في ظل قيادة السيد الرئيس يعني. طيب عايزين نعرف برضو من حضرتك لو حصل لا قدر الله حدوث نوى او كده، ايه الاجراءات اللي بتتخذ حفاظا على المصيفين؟ عندنا اربع حسكات دول المزودين وعليهم افراد متدربه، البحاره متدربه على احدث الوسائل للانقاذ تمام، وطبعا احنا واقفين كلنا جاهدين ان ما فيش اي مشاكل تحصل او اي حاجه تحصل في مصيف جمصه السياحه، لان مصيف جمصه بيعتبر من احسن المصايف والقريب للناس، وفيه بيحوز بشعبيه جامده من الساده المصطفين، يعني بتلاقي اقبال كبير لجمصه دولا عن المصايف الاخرى. صحيح. فطبعا احنا مستعدين اتم الاستعداد لاي حدوث اي شيء تمام. طبعا عندنا اربع نقط اسعاف متفرقين، نقط الاسعاف على اللسان، على منطقه العاشر، على منطقه 15 مايو تمركز للاسعاف، طبعا كل حاجه جاهزه بحيث ان المصيف يجي يقضي الوقت بتاعه ويمشي سعيد ومبسوط في جمصه. يعني استاذ بلال انا في حاجه تانية كنت عايزه اتكلم مع حضرتك فيها، وهي انا شفت بعض الصور للشواطئ، والحقيقه زي ما احنا بنناقش الايجابيات لازم كمان نناقش السلبيات. انا شفت ان المصيفين شويه يعني الشاطئ مليء بالورق والقمامه وحاجات كده، ف تتعاملوا ازاي مع الحاجات دي؟ يعني احنا عايزين نوعي الناس اكتر ان ده تصرف غير مقبول بالمر، يعني الصور اللي الواحد بيشوفها دي حاجه تزعل الواحد حقيقي يعني. والله احنا سيادتك بتتكلمي وفرق النظافه شغاله هي، وانا جايب براميل قمامه هي موزعها بطول الشاطئ. عظيم. بس احنا طبعا يعني بناش الجماعه الساده المصطفين، انت ما ترميش يعني حطها في كيس واحنا هنشتلها، وبعدين عندك برميل القمامه هو ما ترميش جنبه، هو جنبك وحطها في قلبه تمام، حطها في قلب البرميل ماشي. وبعدين انت دلوقتي احنا بنحافظ كلنا على المظهر العام للشاطئ بان بلدنا تبقى كويسه، فلازم والناس جايه يعني تستمتع وتصيف وتهدي اعصابها، فمش ده منظر يعني غير لائق خالص زي ما بنقول. ما ينفعش ان انت مثلا تبقى قاعد في مكان ملوث، ما تنفعش تبقى قاعد في مكان مضيف، ان لما هنضف اللي جنبه هينضف، اللي بعده هينضف، كلنا هنتجبر على النظافه ان المصب بتاعنا يطلع صوته كويس، انما انا راجل باكل بطيخ او باكل حاجه وبرمي ورقه والكلام ده ما ينفعش، شيل بس الحاجه في كيس كده وحطها واحنا هنيجي نشتغل، ما بنقولكش اشتغل لا، سيبها زي ما هي بس في كيس واحنا هنشتغل. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ بلال عبد السلام مدير اداره الشواطئ في جمصه. الموضوع ده حقيقي يا دينا، انا فعلا شفت شويه صور فاستقت،
يعني حسيت ان احنا محتاجين نقول للناس بالزبط. لازم ناخد بالنا شويه من القصه دي، لان في ناس تانية جايه حقيقي عشان تتبسط وحقيقي عشان تستمتع، فملهاش ذنب خالص انها تشوف المنظر ده. هي جايه تشوف بحر وشاطئ جميل ونظيف، ليه حد تاني يبقى مش مهتم خالص وبيبهدل الدنيا بالشكل ده؟ احنا كمان بعد التطور اللي احنا بقينا فيه التكنولوجي ده والتليفونات، بقينا واخدين يعني عينينا بقت واخده على الصوره الحلوه صحيح. والمنظر الجميل، يعني الواحد بقى حابب ان هو يقعد في ان حواليه تبقى الدنيا نظيفه وجميله، شكلنا يبقى حلو، نحافظ على المكان اللي احنا فعلا بنصيف فيه، ان الجمصه دي حاجه البيئة طبعا بتاذي نفسك وبتاذي الناس اللي قاعدين حواليك، مع ان الموضوع بسيط قوي لو خدت بالك بس من نظافه المكان اللي انت قاعد فيه، وده شيء يعني ده ايمان، يعني ده كيس جنبك بس من الإيمان، كيس والله كيس بلاستيك عادي ناخد بالنا نحط فيه اي حاجه بنرميها، خلاص كده احنا عملنا الدور اللي علينا وقاعدين في مكان نظيف يعني. طيب خلينا نروح لخبر تاني، وهو ذكرى وفاة المخرج الكبير عز الدين ذوالفقار، واحد من أهم صناع السينما المصرية اللي قدم على مدار تاريخه الفني كتير من الأعمال المحفورة حقيقي في وجداننا، مرتبطة معنا كمان بذكريات وأحداث مش ممكن ننساها، زي فيلم مثلا رد قلبي، يعني بيعتبر أيقونة عن ثورة 23 يوليو العظيمة. صحيح. بنحتفل بيها النهاردة أكيد. أكيد. المخرج عز الدين ذوالفقار رحمة الله عليه بينتمي لعائلة أنجبت ضباط اتجهوا إلى الفن، فكان عز الدين ضابط في الحربية وعلى علاقة جيدة بالضباط الأحرار، وكان صديق للزعيم جمال عبد الناصر، لكن بسبب عشقه للفن والسينما قدم استقالته واتجه إلى الفن وهو برتبة تايوز باشي. كان النهاردة إحنا النهاردة في صباح الورد عملنا تقرير عن الراحل المخرج الكبير عز الدين ذوالفقار، تعالوا نشوفه ومنه نروح لأول فقراتنا، انتظرونا. الشموع السوداء أحد أهم أفلامه، عمل مخرجا ومنتجا ومؤلفا، كما شارك في تمثيل عدد من الأفلام. المخرج الكبير عز الدين ذوالفقار، صاحب لقب فارس الرومانسية وشاعر السينما المصرية، ولد عز الدين بالعباسية في أكتوبر 1919، وكان والده هو الأميرة لاي أحمد مراد بيك ذوالفقار، ووالدته نبيلة هانم ذوالفقار، وهو الشقيق الأوسط للفنانين محمود ذوالفقار وصلاح ذوالفقار. التحق بالكلية العسكرية لإرضاء والده، وتعرف على عدد من الشخصيات البارزة التي شكلت السياسة المصرية، منهم الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس أنور السادات، وتم ترشيحه مرتين لمنصب وزير الثقافة لكنه رفض بسبب حبه للسينما. استقال عز الدين ذوالفقار من الجيش المصري برتبة يوزباشي في سلاح المدفعية ليعمل بالسينما التي كان يعشقها منذ الصغر، وبدأ بالعمل مساعد للمخرج محمد عبد الجواد في أفلام الدنيا بخير وأزهار وأشواك وعادت إلى قواعدها. وفي عام 1947 اشترك مع الشاعر أحمد رامي في كتابة قصة وسيناريو فيلم أسير الظلام، الذي قام أيضا بإخراجه وكان بطولة مديحة يسري وسراج منير ومحمود المليجي، وهو الفيلم نفسه الذي أعاد تقديمه في 1962 بعنوان الشموع السوداء بطولة صالح سليم والفنانة نجهت. وعلى الرغم من قصر مشوار عز الدين ذوالفقار في السينما والذي لم يتجاوز 16 عام، إلى أنه ترك تاريخا ثريا ومليئا بالنجاحات الفنية، إذ يصل رصيده كمخرج إلى حوالي 33 فيلم، ورصيده كمؤلف يصل إلى 26 فيلم، كما أنه أنتج برفقة شقيقه الأصغر صلاح ذوالفقار العديد من الأفلام المهمة، منها بين الأطلال والرجل الثاني وملاك وشيطان والرباط المقدس. ورحل المخرج عز الدين ذوالفقار ابن الأكابر عن عمر 43 عام بعد صراع مع المرض. عايزين صورة 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 تحت
مصر العربية صورة 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 منورها الإيمان. طبعا النهاردة مصر كلها بتحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة اللي مر عليها 72 سنة. في يوم زي ده القنوات كلها بتعرض الأفلام اللي تناولت الثورة ونقلت لنا تفاصيل الفترة الزمنية دي. الحقيقة إن كلها أفلام ممتعة ومهما نشوفها مش بنزهق منها أبدا، زي فيلم رد قلبي والأيدي الناعمة والقاهرة 30 وغيرهم كتير من الأعمال السينمائية. وطبعا الفن دايما حاضر وله تأثيره ودوره على كل الأحداث اللي بتمر علينا، عشان كده خلونا نتكلم أكتر عن دور الفن والفنانين في ثورة 23 يوليو ونعرف كواليس أهم الأعمال الفنية اللي اتكلمت عن الثورة. خلونا نرحب بضيفنا اللي منورنا النهاردة في الاستوديو، الأستاذ أحمد سعيد مدير تحرير مجلة الكواكب. صباح الورد عليك يا فندم. صباح الورد عليكم جميعا وعلى مصر كلها. طبعا احنا بنحتفل بثورة 23 يوليو وطبعا ذكرى جميلة، ذكرى الثورة، وطبعا هنعرف بقى أعمال جميلة وأعمال فنية. يعني احنا هناخد الموضوع ده النهاردة ازاي اتأثرت السينما بثورة 23 يوليو. لا السينما اتأثرت تأثر كبير جدا. احكي يعني لنا. هقولك بقى، بس قبل السينما كمان الأغاني والطرب. يعني احنا عندنا الفنانين من أول ثورة 23 يوليو وهم يعني ايه انضموا بشكل كبير جدا للثورة وأيدوها وعملوا أعمال فنية كبيرة جدا، سواء على مستوى الأغاني أو على مستوى الأفلام زي ما أنت قلتي. طيب على مستوى الأغاني حدث ولا حرج بقى، يعني عندنا بقى كان زمن العمالقة أم كلثوم وعبد الحليم وليلى مراد، ويعني جيل العمالقة من زمن الفن الجميل طبعا. فتوقع منهم بقى أحلى الأعمال يعني. طبعا كان أغنية صورة كانت لسه شغالة لعبد الحليم، وكان في بستان الاشتراكية، وكان في حكاية شعب، ده مثلا عبد الحليم عمل حفلات كتيرة جدا للثورة وبالأحضان وكتير قوي من الأغاني. كمان هنلاقي أم كلثوم عملت مصر اللطيفي خطير وعملت حفلات كتيرة جدا للثورة، يعني ثورة يوليو. عندنا كمان ليلى مراد، ليلى مراد عملت أغنية اسمها على الإله، اللي هي نشيد التحرير، يعني على الإله القوي الاعتماد في النظام والعمل والاتحاد. كمان عبد الغني السيد، كمان محمد قنديل، على الدوار يمكن بتتذاع في ذكرى الثوره اغنيه على الدوار، كتير قوي يعني. صحيح. فهنلاقي ان الفنانين عملوا اعمال كتير عظيمه، عملوا حفلات كتير جدا لثوره يوليو. في حاجه بقى كده يعني ايه عملوها الفنانين يمكن مش يعني مش متداوله قوي. عايزين نتكلم عنها النهارده ونكشف عنها بقى للساده المشاهدين. يا ريت. حاجه دي اسمها ايه؟ اسمها قطار الرحمه. قطار الرحمة ده احنا عندنا صورة منه على فكرة من الفنانين وهم في قطار الرحمة. قطار الرحمة ده كان فكرة ايه؟ ثورة يوليو بعد ما حصلت الثورة عملت حاجة اسمها قطار الرحمة. يعني ايه قطار الرحمة؟ ده قطر، تخيلي بقى قطر بيلف مصر كلها من يعني الاسكندرية والبحر المتوسط، بقى من اسكندرية ودمياط لحد أسوان. القطر ده بقى ايه؟ يعني عليه ورد وجواه بقى كل فنانين مصر اللي انت تتخيليهم. يعني فاتن حمامة، محمد فوزي، أنور وجدي، يوسف وهبي، كل الفنانين الزمن الجميل كانوا بيركبوا في القطر ده من اسكندرية لحد أسوان. طب أوكي. القطر ده بيعمل ايه؟ يعني بيلف ليه؟ يعني بيلف لجمع تبرعات، حالات إنسانية جميلة. بيعمل مش بس تبرعات للحالات الإنسانية، ده مفاجأة بقى ان القطر ده كان بيعمل تبرعات لدعم الشعب الفلسطيني.
يعني شوفي مصر من قديم الأزل وهي طبعا معروف انها بتدعم القضية الفلسطينية، بس الدعم للقضية الفلسطينية كان يعني على الأخص بقى طبعا من اول ثورة يوليو لحد النهاردة. مصر ما بتأخرش عن فلسطين طبعا، كلها اعمال يعني مبدعة بصراحة وهم ابدعوا فعلا. طيب حضرتك طبعا ذكرت اعمال كتيرة جدا فنية، لو هنتكلم عن اهم الاعمال اللي فعلا اتقدمت من الفن واتكلمت فعلا عن ثورة 23 يوليو، ايه اهم الاعمال دي؟ ناخدهم بقى كده يعني نبذة عنهم بقى، عمل عمل كده شرحت فعلا الثورة وقدمت للمشاهدين فعلا يعني اتكلمت عن الثورة بكل تفاصيلها. ده حقيقي. اتفضل. اول عمل سينمائي اتعمل عن ثورة يوليو، الله معانا. الله معانا، برافو عليك. فاتن حمامة. العمل ده يعني كان يمكن مش متسلط عليه الاضواء قوي، بس العمل ده هو اول فيلم فعلا اتعمل عن ثورة يوليو. العمل ده كان بطولة مين؟ بطولة فاتن حمامة زي ما قلتي، بطولة طبعا كان فيه محمود المليجي، وكان فيه شكري سرحان وعماد حمدي. العمل ده كان بيتكلم عن ان في ضباط، بيتكلم عن الضباط اللي راحوا حاربوا في فلسطين ورجعوا، وبيناقش بقى حته الايه الاسلحه الفاسده والغضب اللي حصل للضباط، ورجعوا بقى بعد كده عملوا الثوره او ساروا بسبب اللي حصل في حرب فلسطين والاسلحه الفاسده. الفيلم ده يعني عايز اقول لك ان هو قعد فتره بعد ما اتعمل ما بيتعرضش خالص. ليه بقى؟ حصل يعني اتقال عليه اشاعات ان الفيلم ده لا مش يعني ناسي. هل اتعرض واتشال ولا اصلا قعد يعني اتعمل واتركن؟ لا اتعمل وتصور ما اتعرضش، ما اتشافش. طب ايه الاعمال اللي فعلا اتعرضت واتشافت كتير هنتكلم عنهم بس انا بقول الجزء ده ان هو الفيلم ده قعد فتره ما يتعرضش، وبعد كده اتعرض بسبب ايه بقى؟ ان طبعا الرئيس السادات راح شاف عرض خاص فيه للفيلم ده، هو كان طبعا بيحب السينما، راح شافه في عرض خاص في الاستوديو مصر. والرئيس عبد الناصر نفسه شافه في الاستراحه بتاعته في القناطر. لما بقى لقوا الفيلم جميل وما فيهوش اي حاجه قالوا الفيلم ده ما بتعدش ليه، وفعلا اجازوا عرض الفيلم والفيلم اتعرض دي معلومة وكان جديدة طبعا وحضر. وكان الناس يا دينا شافت الفيلم وما عندهاش خلفيه ان الفيلم ده اتصور واتركن وما اتعرضش. بعد كده بقى يعني لما شافوا رئيس السادات ورئيس عبد الناصر اجازوا عرض الفيلم، الفيلم كان جميل جدا وما فيهوش اي حاجه خالص يعني. طب صداقي بقى كان على الناس طبعا، الناس اعجبت بيه جدا، وكان فيلم من الافلام العظيمه. وسيدة فاتن حمام على فكرة عملت أفلام كتير كان كمان بتدعم فلسطين مش بس الثورة يعني الفيلم ده، وعملت أكتر من فيلم تاني، أرض السلام مثلا كان بيدعم برضو القضية الفلسطينية. صحيح. فده من أشهر. أما بقى أشهر الأفلام بقى اللي اتعملت هنجيهم عليهم بقى فيلم رد قلبي، أظن بقى يعني ده رد قلبي ده عالم، ده أيقونة، محدش يقدر ينسى فيلم رد قلبي. حكاية إنجي وعلي. بالظبط. وانتوا لسه متكلمين عن عز الدين ذو الفقار. صحيح. طبعا هو مخرج الفيلم وهو كان ضابط، وعلى فكره معظم اللي اشتغلوا في الفيلم اساسا ضباط، يعني نلاقي قصه الفيلم مثلا اساسا في الحقيقه ضباط، ضباط حقيقه. يعني قصه الفيلم يوسف السباعي كان ضابط، بعد كده كان وزير. نيجي نلاقي مثلا ان الابطال احمد مظهر، هنقول بقى الكواليس كده واحنا ماشيين، احمد مظهر اصلا ما كانش اسمه احمد مظهر في الفيلم ده، كان اسمه حافظ مظهر. دي برضو من حاجات اللي في الكواليس، غير اسمه بعد كده لأحمد مظهر. ايه السبب بقى؟ عشان يبقى اسم السينمائي يعني. هو كان ضابط اصلا واستقال عشان طبعا ما يتعرض عمله في الجيش مع التمثيل، فاللي حصل ان هو استقال ومثل في الفيلم ده. ده برضو من حاجات اللي في الكواليس. نتكلم بقى عن بقيه الكواليس. طب الفيلم ده اتصور فين؟ كلنا بنشوف انجي وعلي طب كان فين الفيلم ده بيتصور فين؟ كان بيتصور في المنتزه في اسكندريه. يعني كل الناس كانت فاكره الفيلم اتصور في القاهره. لا، اتصور في اسكندريه. الحاجه الثانيه من ضمن الكواليس طبعا، المنتجه الفيلم ده كانت المنتجه اسيا. اسيا طبعا مشهوره، اسيا داغر بافلام السينما، هي تاريخ حافل في السينما المصريه. اسيا كانت، شوفي تخيلي، منتجه الفيلم كانت بتكوي الهدوم بنفسها، المنتجه بتكوي الهدوم وبتعمل لهم سندوتشات لمريم فخ الدين. حقيقي. تعمل لهم سندوتشات بنفسها، بس كانت طبعا عايزه بقى، انت عارفه انجي لازم تبقى سمباتيك يعني، اميره انجي ما ينفعش وزنها يزيد. فكانت بتعمل لها حاجه بسيطه كده، حته جبنه صغيره، حته مش عارف ايه، عشان تحافظ على الوزن بتاعها يعني. كمان احمد مظهر. طب الديتيلز او التفاصيل دي حضرتك عرفتها ازاي؟ بيبقى عندي فضول ساعات كده، اصل الحكايات دي بتيجي من حد لحد لحد لحد. طبعا انا بقى يعني ايه، انا عندي هوايه جمع كل تفاصيل الافلام السينمائيه في مصر، يعني مش بس افلام الصور، كل الكواليس اللي اتعملت على الاعمال السينمائيه اللي اتعملت في مصر
انا بحاول يعني بلم بيها من كل بقى الاطراف، سواء بقى الناس اللي صنعوها يعني المدير التصوير، المخرج، المنتج، الناس اللي هي اسعدني الحظ ان التقيت بناس كتير من زمن الفن الجميل حكوا لي حكايات كتير عن الافلام. فعملت بقى زي تاريخ للقصص الكواليس اللي حصلت في الافلام. ودي بنكشف عنها بقى للمشاهدين لان هم شافوا الفيلم بس ما شافوش الحاجات اللي حصلت ما وراء الكواليس. حاجه تانية مثلا ان احمد مظهر هو اللي علم صلاح ذو الفقار ازاي يركب خيل، يعني ازاي يركب خيل في الفيلم ده. من ضمن الحاجات برضو المفاجآت الغريبة أو في الفيلم أن صلاح ذو الفقار كان المفروض أنه هو في قصة حب طبعا إنجي وعلي دي مشهورة، وبيقال أن هي يعني إيه أن يوسف السباعي كان عامل هو ظابط وأخوه ظابط لأنه هو ظابط وأخوه ظابط في الحقيقة برضو بالمناسبة يعني. كمان فالحاجة التانية بقى أن صلاح ذو الفقار كان بيحب زهرة العلا اللي هي كانت بنت عمه في الفيلم، ان هو بقى لا اتجوزها في الحقيقه في نهايه اخر مشهد للفيلم يعني طلبها. دي كانت بتتكرر كتير قوي دينا في افلام زمان، حصلت مع انور رجدي وليلى مراد في ليلى بنت الفقراء، يخشوا يصوروا فيلم سوا يخرجوا متجوزين. طيب لو هنتكلم طبعا من اهم الافلام في بيتنا رجل، وطبعا كان نقله طبعا للفنان في بيتنا رجل نقله كمان للفنان الكبير عمر الشريف للعالميه، رأي حضرتك ايه في الفيلم ده؟ هقول لك بقى لان ده لازم نوقف عنده شويه. في بيتنا رجل ده فيه تفاصيل وكواليس حلوه قوي، بس في حاجه اخيره بس عايز اقولها في الفيلم اللي هو رد قلبي، ان المفاجاه اللي الناس مش عارفاها ان المخرج عز الدين ذو الفقار كان بيصور الفيلم وهو مصفي ركبته على كرسي بعجل. كان بيقعد على كرسي بعجل كده ويصور، ودي يعني من ضمن الكواليس يعني. دي من ضمن المفاجآت اللي حكيتها لي مريم فخر الدين الله يرحمها يعني قبل ما تتوفى، كانت بتقول لي كان عز الدين ذو الفقار كان بيصور وهو على كرسي بعجل. ومعلش الإخراج زمان كان أصعب كتير طبعا. كمان من دلوقتي طبعا. يعني العملية دلوقتي أسهل كتير، ولكن زمان يعني ده يعني ممكن الناس تقول ايه المشكلة يعني ده مخرج وقاعد، ولا العملية زمان كانت حقيقي صعبة طبعا يعني. طبعا كانوا بيبذلوا مجهود كبير. نيجي بقى لفي بيتنا رجل ده بقى هنقول في شويه كواليس زياده شويه عشان ده فيلم طبعا انا يعني انا بحبه جدا واكيد كلكم بتحبوا الفيلم ده. طب اول حاجه الفيلم ده اتصور فين؟ الفيلم ده المكان اللي اتصور فيه موجود لغايه دلوقتي مش في القاهره؟ في القاهره. أوكي. بس فين بقى في القاهره؟ فين؟ العماره اللي اتصور فيها الفيلم ده عماره اللي في شارع اسمه المهراني. شارع المهراني ده فين؟ اللي هو في الفجاله طبعا، منطقه. أوكي. الفجاله معروفه لكل طبعاً الناس يعني طبعاً. شارع المهراني في الفجاله جنب استوديو اسمه استوديو نصيبيان. استوديو نصيبيان ده تاني استوديو اتعمل في مصر. يعني بعد استوديو مصر سنه 35 سنه 37 اتعمل استوديو نصيبيان، صور فيه 150 فيلم منهم بقى الفيلم اللي هو في بيتنا رجل. في بيتنا رجل مش في الاستوديو، في عماره جنب الاستوديو في وش الاستوديو على طول، هتلاقوا في عماره كده اللي هي لما شفنا بقى لما رشدي أباظة نزل والمخبرين كانوا بيطاردوه، شفتيه من نازل من العماره، ولما عمر الشريف كان خارج في رمضان كده ولابس ظابط وخارج برضه من العماره، فتخيل العماره دي لسه موجوده لحد النهارده. ادي حاجه. الحاجه الثانيه بقى اللي هنتكلم فيها ان زبيده ثروت كانت بتيجي من اسكندريه مخصوص عشان تصور الفيلم، وكانت بتبات عند مرات عمها. في يوم تعبت وطبعا يعني جالها انفلونزا وما كانتش قادره تصور، فالمخرج هاني بركات قال لها لا بصي انت باتي مع زهره العلا. وباتت مع زهرة العلا في نفس البيت عشان كانت تعبانه وعندها برد خافت تعدي عمتها. وزهرة العلا تتعدي على ايدي يعني مش مشكله تستحمل بقى معاها في الفيلم. فالمهم يعني ده مثلا من ضمن الكواليس. وكلنا عارفين ان المخرج هنري بركات طبعا كان مخرج الفيلم ده كان بيهتم بكل يعني اي حاجه تفصيله دقيقه في الفيلم. وعندنا قصه الحب اللي حصلت بين عمر الشريف ونوال او زبيده ثروت، وقصه حب ما بين اللي حصلت ما بين عبد الحميد اللي هو رشدي أباظة وزهرة العلا. بس كان في قصة حب أكبر اللي هي قصة حب مصر. والفيلم ده بالمناسبة اتعمل على قصة حقيقية، كان في وزير سابق وزير المالية السابق اسمه أمين عثمان. وأمين عثمان ده كان هو صاحب مقولة شهيرة جدا اللي هي العلاقة بين مصر وأمريكا علاقة زواج كاثوليكي. وطبعا كان هو معروف ان هو يعني تبع الاستعمار الإنجليزي. فحسين حسين توفيق قتله واستخبى، يقال ان هو استخبى في بيت احسان عبد القدوس.
فجت استلهم الفكره من هنا فكره في بيتنا رجل، ان عمر الشريف بس عمل ان هو قتل بقى رئيس الوزراء واستخبى في بيت حسين رياض. هو ده فيلم صراحه من الافلام العظيمه يعني، وبعدين بطلين من اجمل يعني الابطال طبعا اللي ممكن تشوفهم على الشاشه يعني، رشدي اباظه وعمر الشريف وكمان القمر زبيده ثروت. فبجد بجد الفيلم ده من الافلام الحلوه قوي. ايه الفيلم الثاني برضه قبل ما ننقل على الفيلم الثاني؟ كانت دينا قالت حته مهمه قوي، اللي هي قالت ان هو كان الفيلم ده السبب ان رشدي اباظه يروح ان عمر الشريف يروح للعالميه. عمر الشريف يروح للعالميه فعلا، وما كانش هيبقى طبعا عمر الشريف ده، هو كان هيبقى رشدي اباظه. ان كان في مخرج انجليزي اسمه ديفيد لين، مخرج فيلم لورانس العرب اللي عمله عمر الشريف. كان عايز يشوف رشدي اباظه ويخليه هو اللي يعمل لورانس العرب، هو اللي يعمل الفيلم ده، وكان معجب بيه جدا، وكان جاي مصر عشان يشوف رشدي اباظه. فقال له هعمل لك تست كاميرا. طبعا رشدي اباظه قال له لا، تست كاميرا انا بمثل وبتاع، تعالى شوفني انا بمثل في فيلم اسمه في بيتنا رجل، فتعالى شوفني. فراح يشوفه، فشاف رشدي اباظه وعمر الشريف في المشهد اللي هو بيستخبى فيه في الباب كده، وبيبص عليه وقطه بتنونه وكده، وبيبص وراه وبيشوفه، فاعجب بعمر الشريف ولقى ان هو المناسب اكتر للورانس العرب من رشدي اباظه. فخد عمر الشريف وانطلق للعالميه بالصدفه. يعني المخرج كان جاي يشوف رشدي اباظه اساسا، مش جاي يشوف عمر الشريف، وهكذا. لكن نصيب يعني. دي حكايه برضو ما حدش يعرف عنها حاجه، ده نصيب يعني بالصدفه البحته. طيب نروح للفيلم اللي بعده. الفيلم اللي بعده طبعا عندنا فيلم القاهره 30. القاهره 30 ده طبعا فيلم مشهور جدا، اتعمل حمدي احمد، سعاد حسني، كل الناس، ما حدش يقدر ينسى فيلم القاهره 30. القصه اللي عمل الدور اللي هو حمدي احمد ما كانش هيعمله اصلا. واللي كتب القصه نجيب محفوظ. فطبعا نجيب محفوظ عمل القاهره 30، ما لما جابوا له حمدي احمد عشان يعمل الدور، قال مين حمدي احمد؟ انا عايز بقى شكري سحان، عايز حد نجم كده، حمدي احمد مين؟ ما عجبوش. فحمدي احمد قال لا، لازم اروح اقابل نجيب محفوظ. وراح قابله فعلا، واللي اختار على فكره حمدي احمد كان المخرج صلاح ابو سيف. راح شافه في مسرحيه كده، وقال لهم ما تقولوش ان انا جاي اشوفه، عشان ما يتخضش لو عرف ان مخرج كبير بوزن صلاح ابو سيف رايح يشوفه هيتخض. ففعلا ما قالولوش، بس هو عرف وارتبك شويه، فراح شافه في مسرحيه تانية عشان ايه يديله الثقه يعني. المهم اختار حمدي احمد. حمدي احمد دخل على نجيب محفوظ، فحس ان هو قابله مقابله مش ما كانش مبسوط منه يعني. بعد ما شافه، اول ما شافه، وبعدين هو قال له انت ظالم يعني. حمدي احمد قال نجيب محفوظ انت ظالم الشخصيه قوي محجوب عبد الدايم. قال له لا، ده وحش، هو وحش وحش فعلا. محجوب عبد الدايم طبعا الناس كلها كرهته في الفيلم ده. فمن هنا جت قصه القاهره 30. وطبعا كان الفيلم ده من الافلام الشهيره جدا. في فيلم تاني طبعا من افلام اللي كلنا فاكرينها، غروب وشروق. كمان غروب وشروق، غروب وشروق ده مع رشدي اباظه. ده من الافلام برضو المهمه جدا اللي اتعملت عن ثوره 23 يوليو. وفي فيلم برضو الايدي الناعمه، افلام كتيره جدا. والطرب كمان كان ليه دور طبعا في الثوره. فممكن حضرتك برضو اتكلمنا على الطرب شويه، وكمان اغنيه طبعا المطرب العظيم عبد الحليم حافظ، اغنيه صوره. طبعا. صوره من اغاني الجميله جدا اللي كلنا بنحبها. هي اتعملت طبعا في احتفالات ثوره يوليو، وعبد الحليم حافظ يعني كان من الناس اللي هي يعني غنت اكتر من اغنيه للثوره، ويعني تقريبا بيعتبر من مطربين الثوره. كلنا عارفين ان عبد الحليم غنى بالاحضان، وغنى صوره، وغنى حكايه شعب، وغنى بستان الاشتراكيه، يعني افلام كتيره جدا او اغاني كتيره جدا عملها عبد الحليم حافظ للثوره. هو غنى قبل كده في الاول اغاني صغيره اسمها الحريه، وشويه اغاني كده اول ما الثوره اتعملت، بس بعد كده ما اتشهرتش قوي. لكن لما دخل بقى يعني ايه بقى اسم عبد الحليم، بقى كل الناس عارفه عبد الحليم، عمل بقى الاغاني الشهيره اللي هي صوره وبالاحضان وكل الاغاني دي. عايز اقول لك برضو حاجه في الفيلم اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو غروب الشوق ده. الفيلم ده اتصور فين برضو؟ اتصور في قصر فؤاد باشا سراج الدين. يعني ده لو تفتكر اللي هو طبعا رئيس حزب الوفد، القصر بتاع الباشا اللي هو محمود المليجي اللي هو كان رئيس الألم السياسي او رئيس البوليس السياسي. الفيلم ده لما اتعمل كل الناس بقى طبعا كانت يعني كارهه رئيس الألم السياسي، وانت عارف الوضع ده قبل الثوره كان يعني كان وضع مش كويس. ففي مشهد من المشاهد اتعمل اللي هو مشهد الفينال ختام الفيلم، اللي حصل فيه ان محمود المليجي بقى بيتقبض عليه لما رشدي اباظه بقى بلغ عنه او كان يعني ضده.
فاللي حصل وهو رايحين يقبضوا عليه البوليس راح يقبض على محمود المليجي رئيس البوليس السياسي، بيودع بنته اللي هي سعاد حسني وبيحضنها بحزن شديد. محمود المليجي عمل المشهد ده بشكل قوي جدا ومؤثر جدا لدرجه ان المخرج كمال الشيخ لما شاف المشهد قال لا انا هشيل المشهد اللي هو على وش تاثير المشهد على وش محمود المليجي، حذفه. طب ليه حذفه؟ وجاب لو تلاحظي ركز على وش سعاد حسني اكتر من انه يركز على محمود المليجي، شال وش محمود المليجي خالص. قال يا جماعه محمود المليجي من كتر براعته واتقانه للدور خلى الناس تتعاطف معاه، فاحنا مش عايزين كده، احنا مش عايزين الناس ده زمن كان فيه فساد وكان فيه دغيل، كان رئيس الألم السياسي وكان يعني بيظلم الناس، فاحنا مش عايزين الناس تحبه يعني احنا عايزين الناس تكرهه. فشال شال الجزئيه التعبيرات وش محمود المليجي عشان الناس ما تتعاطفش معاه. انت ذكرتي كمان فيلم الايدي الناعمه، ده في افلام كثيره واغاني طبعا، ولسه برضو ام كلثوم وطبعا عمل كمان حاجات كتير طبعا الاستاذ طبعا عبد الوهاب كمان صحيح. بالنسبه للايدي الناعمه، الايدي الناعمه ده انا يعني بحب الفيلم ده جدا. احمد مظهر عمل شخصيه البرنس يعني هايله، هو اصلا برنس بصراحه يعني هو اصلا برنس، فيعني الدور كان لايق عليه فعلا. هو على فكره لما بيسالوه يعني سالوه انت عملت شخصيه البرنس دي ازاي؟ جبتها منين؟ قال لهم اولا انا كنت اعرف اكتر من برنس يعني في الحقيقه، بس ما كانوش بقى بالشخصيه دي يعني، قال لهم ان انا كنت اعرفهم بس كان عندهم تواضع، ما كانوش متكبرين قوي زي ما هو قدها، وقدها بشكل كوميدي يعني. لو تلاحظ ان هو كان متكبر كده ويعني متعنطز يعني صحيح. فاللي حصل ان هو يعني من ضمن الحاجات بقى اللي في الفيلم قال انا عملت الشخصيه دي استمدتها من البرنس الحقيقي واستمدتها من ستيفان روستي. فاكر ستيفان روستي؟ هو اصلا كمان يعني كان واضح في الفيلم جدا هو فعلا متقمص الشخصيه. هم بصراحه كلهم يعني فنانين مبدعين وقدموا لنا طبعا فن راقي وعبروا فعلا عن الثوره، واحنا طبعا يعني ده جيل لا يعوض طبعا. وحضرتك نورتنا النهارده واسعدتنا الاستاذ احمد سعيد مدير تحرير مجله الكواكب، شكرا لحضرتك جدا نورتنا النهارده. العفو. مشاهدينا خلصت فقرتنا الاولى، لسه مكملين معاكم لفقرتنا الثانيه والاخيره، انتظرونا. ورجعنا لحضراتكم ولسه مكملين معاكم في الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، ولكن دلوقتي حابين نسمع أغاني وطنية في حب مصر بلدنا الغالية من مطرب المستقبل سليم هشام صاحب الصوت والموهبة الجميلة. صباح الورد عليك. صباح الفل، منورنا النهاردة. شكرا. وفي البداية كده عايزين نرجع كده بالسنين لورا، وانت طبعا أصغر من كده سنا، غنيت قدام طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي. مظبوط. عايزين بقى نتكلمنا عن المرحله اللي كانت بعدها، ازاي قدرت تطور من نفسك وتطور كمان من موهبتك ان انت تكون كمان موجود معانا النهارده. تمام. هو اولا كده قبل ما نبدا بالحفله يعني بنقعد فتره طويله نتمرن عشان نطلع الحدث دي، عشان مثلا ممكن ثلاث اغاني او اربع اغاني لازم نقعد فتره طويله عشان ما يبقى فيش اي ديفو. تمام. فلازم نطلع على اجمل مستوى واحسن مستوى نطلع بيه ده من الرئيس، فبنقعد فتره طويله نتدرب مع طبعا استاذه اسماء ودرب على الاغاني، الملحنين بيجي يشوفوا. بيبقى فين دار الاوبرا ولا بتدربوا فين؟ لا بنتدرب في مسرح. اوكي. مسرح الجلاء. أوكي. بنتدرب فيه وبعد كده بنروح المسرح الكبير ونعمل حفلة. طب أنا عايزة بس أقول للناس إن سليم كان معانا قبل كده بس كان صغير. فهو سليم دلوقتي بقى شاب وعنده 17 سنة، فأنا عايز أفكر الناس بصوتك، لأن دايما الناس لما بتشوف الفقرات دي ولسه في حد صغير فما بيبقوش مدركين صوته عامل إزاي، فلما هيسمعوا صوتك أنا متأكدة إن هم هيتشدوا أكتر. تمام. فخلينا نبتدي كده بأغنية معاك. نسمع حاجة لأحمد جمال. يلا بينا. ما فيش في الدنيا أغلى من الوطن ده الكل عندي، أول ما يقولوا مصري ألاقي نفسي أبكي لوحدي،
اتحدى انا اي حد يحبها في الكون ده قدي، مفيش في الدنيا اغلى من وطن ده الكل عندي. اول ما يقولوا مصر الاقي نفسي ابكي لوحدي، اتحدى انا اي حد يحبها في الكون ده قدي، هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من خيرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها شايله في همومنا على اخرها. بلدي في صحيح كتر خيرها، يا مصري انت امي وانت ابويا وانت ناسي، في كل مكان بروح ويقولوا مصري رفع راسي. عاشق أرضك سماكي وحب ليكي ده شيء أساسي، هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من خيرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها شايلة في همومنا على خيرها. بلدي بصحيح كتر خيرها. يعني عظيم بجد صوت صوتك جميل قوي، هايل يعني. طب ممكن تغني لنا ايه تاني؟ ممكن نسمع تعيش يا بلدي. يلا بص احنا هنستغلك لان انت يعني بص صوت بجد وانا شايفه تطور. شكرا. يعني من كام سنه ولسه احنا دلوقتي 17 سنه ولسه صوتنا ما اكتملش يعني نهائيا، ولكن ما شاء الله صوتك جميل. انت اكتشاف على فكره، وانا بقول لك اهو على الهوا انت قدام هتبقى في حته تانية. الاحساس ده مش موجود كتير، عايزين بقى بنفس الاحساس ده تسمعنا حاجه تانية. تمام. تعيشي يا بلدي يا بلدي، تعيشي تعيشي يا بلدي يا بلدي، تعيشي تعيشي يا بلدي يا بلدي، تعيشي تعيشي يا بلدي وزرعك أخضر ومندي، تعيشي يا بلدي وعالمك مرفوع على يدي، تعيشي واسمك في الكون بيلالي، تعيشي ومكانك شغل طوالي، تعيشي يا بلدي يا بلدي، تعيشي يا قلي العطشان يا بلدنا، يا دلي الحران يا بلدنا، يا شمس للبردان يا بلدنا، يا جنة للإنسان يا بلدنا يا بلدنا. تعيشي يا بلدي يا بلدي، تعيشي تعيشي يا بلدي يا بلدي، تعيشي قلبي وروحي ودمي في ده بلدنا، عقلي وفني وعلمي في ده بلدنا، جسمي وزرعي وألمي في ده بلدنا، ده انت ابويا وامي يا بلدنا يا بلدنا. تعيشي يا بلدي يا بلدي، تعيشي تعيشي يا بلدي يا بلدي، تعيشي تعيشي يا بلدي يا بلدي، تعيشي. الله عليك. برافو. طيب عايز اسالك سؤال بالنسبه للدراسه. لما تيجي انت لسه ما دخلتش جامعه صح؟ لا لسه. طيب هل مقرر ان انت تدخل معهد موسيقى يعني حاجه خاصه بالموسيقى، ولا مكتفي بالدراسات اللي انت بتعملها والتعليم اللي انت بتعلمه دلوقتي وهتدخل مثلا جامعه تانية؟ تمام. هو دلوقتي حاليا في تفكيري انا بالنسبه لي ان الغنى ده هوايه. يعني هوايه مش هاخده كشيء اساسي في حياتي. انا باذن الله يعني من طموحاتي ان انا اطلع مهندس ميكانيكا، يعني كطيران ان شاء الله. اه ده انت محدد يعني، والتخصص انت جاهز، انت محدد كل حاجه. بس انت بتغني من وانت عندك 10 سنين، انت بتغني من وانت صغير قوي. طب مين اللي حببك في الغنى؟ البروسيس دي ابتديتها منين وفين وازاي؟ مين ساعدك؟ مين شجعك؟ هي عيلتي كلها شجعتني، واصلا انا عيلة والدتي كلها فنانين. اوكي. يعني استاذ علاء درويش برضو ده كان عازف ايقاع يعني بيعزف في الاوبرا. تمام. يعني انا عيلة والدتي كلها فنانين.
فهم برضو شجعوني. فكانوا مشجعين والبيت فاهم ودارس وبيتكلم بلغة موسيقى زي ما بنقول، فما كانش عندهم منع، بالعكس كانوا حابين الفكر. فابتديت من 10 سنين تغني لحد النهاردة، وحلمك تبقى مهندس، ولكن انت اكيد عايز بقى تعمل ألبوم وتعمل أغاني وتبقى نجم يعني بإذن الله. طب ناوي تعمل ايه عشان توصل للخطوة دي؟ ان شاء الله يعني بإذن الله انا ناوي اعمل حاجة مع تامر حسني. ممكن اعمل لي ان شاء الله أغنية منفصلة، انا ألفت أغنية اصلا ولحنتها، فبإذن الله هنزل أغنية يعني أغاني جديدة لي. انت ألفتها ولحنتها؟ وانت لحنتها. طب تعرف تسمعنا حتة منها كده ولا مش جاهز؟ لا ممكن عادي بس حتة صغيرة. ماشي انا موافقة. بس انا عايز اعرف الاول، انت تواصلت مع تامر؟ انت بتقول هعمل حاجة مع تامر حسني. انا تواصلت مع تامر زمان، كان طالب فنانين لفيلم تاج. اوكي. فنانين صغيرين مواهب يعني، فانا ترشحت لكده فهو اختارني من وسط الفنانين. اوكي. تمام. فبس الحوار يعني الفكرة نفسها اتلغت عموما. فان شاء الله وعدني بحاجه تانية. هو عامه الفنان تامر حسني من اكبر الداعمين للفنانين الشباب، وانا قلت كده كذا مره، كذا حد يقعد على نفس الكرسي اللي انت قاعد عليه ويحكي تامر حسني عمل معاه ايه، فهو حقيقي من الفنانين الداعمين للشباب الصغيرين كمان بالذات. طب هتسمعنا حته بقى من الاغنيه اللي انت مؤلفها؟ تمام يلا بينا. سمع حضرتك مذهب وحته من كل. يلا بينا. مش هشرب يا سلام. يا ريت. هي أغنية يعني خليجي كده. أوكي. أنت مؤلف ومؤلف خليجي؟ أنا بحب الأغاني الخليجي عموما. طب أغني لنا بقى. يعني أول أغنية تألفها مؤلفها خليجي؟ أوكي يلا نسمع الأول. حبيبي فدوة لا تبعد، خلك يمي مطمني، بريدك تغيب عن عيني ولو لحظة يا عيني، خلك قريب مني ضلك مدللني، خلك قريب مني ضلك مدللني، وإذا حبنا صار خيال، بعدك عني ما باحتمال، بعدك عني ما باحتمال. كان في شيء جوايا رافض شويه فكره ان اول اغنيه تالفها تبقى خليجي، ولكن بمنتهى الصراحه انا حبيت. انت لئيم على فكره، انت صوتك في الخليجي وبحتك. هو عارف ان انا بحب الخليج جدا. انت لايق، وبعدين في اتقان للهجه وصوتك وبجد وبحتك وكده رايحه في الحته. شكاب ولكن انت لئيم يعني. لا صوتك حقيقي رائع. طب احنا عايزين بقى نختم كده بالنهايه، في النهايه ب يعني اغنيه وطنيه بمناسبه كمان. تمام. الحدث النهارده، فهتغني لنا ايه مثلا؟ نغني تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا. يلا بينا يلا بينا على طول. قالوا لي في جمله واضحه حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم علمها، سرحت وتخيلت مصر، عليه حراس كتيرة في وسطهم خطين ونسر. تحيا مصر تحيا، وعيونها تملي صحية، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. عروسة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحاسة كل خطوة عارفة هي رايحة فين، جاية ومبتسمة جاية لينا من بعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا، وعيونها تملي صحية، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. يعني تحيا مصر، تحيا مصر فعلا. خير ختام
انت نورتنا النهارده وانا بشكل شخصي مبسوطه بيك، وان شاء الله تحقق حلمك وتبقى في حته تانيه قريب قوي. نورتنا سليم هشام المطرب الكبير جدا، وصباحك صباح الورد. صباحك صباح الورد. اتخضيت لي يعني. الحق يعني فقرتنا انتهت واحنا كنا سعداء بوجودك معانا النهارده. شكرا جدا. شكرا جدا. شكرا. حابب تقول اي حاجه قبل ما نختم؟ عشان حسيتك اتوترت حاجه. عايز انا حسيت انك عايز اقول لمالك كل سنه وانت طيب، هو تم الاربع سنين. مالك اخوك؟ لا مالك ابن خالتي. انا حسيت هيقول ابني. اتخضيت. وكانت دي تبقى مفاجاه. ايوه كانت دي هتبقى ختام بمفاجاه. نقول له بس كل سنه وانت طيب وعقبال 100 سنه يا احلى ملوك. كل سنه وهو طيب ونورتنا وصباحك صباح الورد. دينا الحلقه كانت حلوه بيكي وصباحك صباح الورد. داريا ساده مشاهدين، دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. استنونا بكره في حلقه جديده من صباح الورد.